قالت مصادر أمنية إن مصر تلقت قائمة من حركة حماس الفلسطينية بأسماء 14 رهينة سيتم إطلاق سراحهم اليوم. وفي وقت سابق قالت سلطات الاحتلال أيضا إنها تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم خلال الساعات القادمة. وكانت حركة حماس قد أطلقت أمس سراح 24 رهينة تم تسليمهم عند معبر رفح الحدودي.